تفلت. اي يعني تحاول يروح الخيل غير اتجاهه، فبيحاول هو لما يحاول، قاعد تحاول تعودي على القفل، تدري جيم يتعود على القفل، لما تعود على القفل عرف ان القفل وشو، القفل اول شيء منعني من السحب، فحاط بباله ان لما يجي وقت الجد انه بيسحب، لانه ممنوع عسف وعلم وبرمج على منع من السحب، منعني اني اسحب لما اخاف، هذه واحده. اثنين، عوضت عن السحب باعطائي فراغ، والفراغ لي طبيعي بقمص بحدود الفراغ، طبيعي بهج حدود الفراغ، طبيعي بشنع حدود الفراغ. عشان كذا لما يركبون اول ركبه لازم واحد يقودهم، لما يركبون اول ركبه لابد مكان مغلق، لما يركبون اول ركبه لابد بالسرج، ومع ذلك كله لابد يطيح 4 مرات 5 مرات طبيعي جدا. واول مسار لابد يمص، واول خبه لابد يهدب، واول هدبه لابد يوسع، واول توسيعه لابد ينطلق. مستحيل يخوف حصان عسيف، مستحيل يركب مع خيل، مستحيل يرد مع خيل، مستحيل يوجه توجيه حقيقي، مستحيل يتحكم فيه عند الخيل او عند الافراس. الفراغ الحصان باختصار شديد، حصانك الخاص في هذه الحالات ستفقد التحكم فيه بحدود الفراغ، تحدد الفراغ بس الفراغ جوا له. ذات الدين بلع الفراغ بكبره يقدر يكبر حصان اصبعك، يعني مثل تقول طب صغر الفراغ وكبر الفراغ على كيفي، حلو كبر وصغر على كيفي، زد الفراغ له. وفي حالات معينه يقول ما يكفي الفراغ عاطني بسحب. حصانك الخاص طبيعي لما تركب حصان في طبع نفس الفكره وارده، لما تركب عسيف طبع نفس الفكره وارده. وهذا اللي يخلي يقود للنقطة اللي يتكلم فيها المقطع الأول، أن مصدر الطريقة، وتكلمت في الموضوع هذا في مقطع فيديو خاص الظاهر القديم، مصدر الطريقة طريقة الركوب هو هدفها، منبعها ومصدرها هو هدفها. أي طريقة وتجع في التاريخ طرق جيدة مرة خيالة أو حتى خطأ، بس بالذات الخيالة، منبع الطريقة ومصدرها هو هدفها. الطريقة الأمريكية تاريخها مبني على راعي البقر، لكن في راعي البقر بشكل عام هم الأفضل. لا شك أن الطرق الأخرى الخيالة تسوي نتيجتهم، لكن هم يرون درجتهم أحسن، أن ترى درجتك أحسن كيف، بس براعي البقر خلينا نقول قوانين وقواعد راعي البقر أفضل طريقة هي الطريقة الأمريكية والمكسيكية، لأن مصدرها هو هدف. الطريقة الإسبانية مدرسة إسبانية أو مثلا الثيران مصدرها الاستعراض اللي هو هدفها، هدفها الاستعراض وإرضاء الجمهور بحركات معينة فنية، فمصدرها استعراض. وما زال الاستعراض وراعي البقر موجود عندهم، ما راح ما انقرض، لكن تطورهم هذي يتطورون. الطريقة العربية في الماضي مصدرها هو هدفها اللي هو التحكم التام. ما هو مصدر طريقتك كشخص عربي انك تتحكم مثلا تحكم تام؟ ليش انه هدفك؟ ليش انه في المعركة تبغى تتحكم بتحكم تام؟ مصدرها التحكم التام اللي هو هدفها. التحكم التام حاليا في الوقت الحالي في الوضع الحالي زال، ما عاد موجود، ما عاد في احد يركب الحصان يرغب في التحكم بالحصان تحكم حقيقي. ليش؟ لان منطقيا لما تتحكم بالحصان تحكم تام او ترغب في التحكم بالحصان تحكم تام لابد لك هدف، التحكم بس من الطريق تحكم لهدف معين. وليش ابغى اتحكم فيه في الماضي؟ لان عندي سيف ورمح ومعركه معنتر، هنا اتحكم فيه ليش؟ عندي قفص اقدر اتحكم ما اتحكم تحكم تام، اقدر اسابق تحكم بدون تحكم تام، اقدر ادخل سباق بدون تحكم تام، في مشكله. فالرغبة بالتحكم التام زالت، فتغير الهدف، تغير المصدر، صار هدفنا حاليا مسابقات، فمصدر ركوبنا مسابقات، بعد ما كان أفضل ركوب صار أسوأ ركوب، لأن لما يكون مصدر ركوبك المسابقات الغاية تبرر الوسيلة بشكل واضح مرة، هناك الغاية تبرر الوسيلة بس على سنع، هنا الغاية تبرر الوسيلة على غير سنع. لما ترعى بقر ثلاث أرباع الأشياء المطلوبة في رعي البقر تحكم، لما تستعرض قدام الناس ثلاث أرباع الأشياء المطلوبة عند الاستعراض قدام خيالة والتحكم. لما تبغى تفوز بقفز او تفوز بتحمل او تفوز بسباق ثلاث ارباع الاشياء المطلوبه ما لها دخل بالخيال اصلا، بالعكس سوى تفوز حصان زياده بيت. صار مصدر الطريقه، طيب زي ما قلنا هي طريقه خطا مو طريقه، مصدر الركوب الخاطئ هو هدف اللي هو زي وجهك بالنسبه للحصان، او زي يعني بالنسبه للناس اللي شكلها افضل، لكن بالنسبه للحصان هدفك زي وجهك. ف طريقه التسليك في الوقت الحالي في الوقت الماضي زي ما قلنا طريقه عربيه، في الوقت الحالي هدف التحكم. شو هدف التحكم؟ طب انت عايش الوقت الحالي نعم، بس مصدرها وش؟ وهدفها ما هو هدفها؟ هدفي زي ما قلت وحققته، عندي هدف معين كنت ارى انه مستحيل حققته، عمرك 14 سنه او 15 سنه حققت ما كنت ترى انه مستحيل، ما كان يقال لك انه مستحيل من قبل الخيال او من قبل الغشمان، اتفقوا على انه مستحيل وانت اتفقت معهم وطبقته، ما عاد يقنعك احد. ما هو هذا الهدف اللي كنت تبغاه وحققته؟ التحكم التام بالشعره وبالحبه بكل المواقف والظروف مهما كانت صعوبتها او خطورتها بامر الله مع اي حصان. ابغاه كنت ارى انه مستحيل حققته. مصدر التزليق خاصه في وضعي هو هدفي اللي هو التحكم التام. ما
مصدر التزليج عسف، مصدر التزليج محاولة التحكم بحصانك، مصدر التزليج محاولة للحصول على نفس النتيجة مع كل الخير، مصدر الطريقة هو التحكم. لما تركب الطريقة الأمريكية وأنت لست راعي بقر، لما تركب الطريقة الأمريكية وأنت لست راعي استعراض اسمني أو تكتب، ليس كانت طريقة صحيحة، بس مع الوقت لما تحاول تطبقها على شيء ليس خلينا نقول تخصصها ستفشل. تطلع فضايح الطريقة الأمريكية لما تعسف، عسف كامل بداية النهاية بالحالك. تطلع فضايح لما تركب حصان في مشكلة حقيقية تعامل معها بالحالك دون أي مساعدة. وين ميزاتها لما تركب حصان دربة تدريجيا يعطيك مجهود؟ هذا كلام. لكن تعسف حصان بداية النهاية تنفضح. طبعا ما تنفضح قدام غشيم، غشيم ما يدري ما يدري ايش صار. يعني قاعد عند خيالي ولك نقاط ضعف اللي عندك. يعني عارف 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 من توك الكتف. فالطريقة الأمريكية والطريقة الإسبانية تقول لك ما خلقت لهذا، ما خلقت للعسف، أو ما اخترعت، ما اخترعوني للعسف، ولم يخترعوني للتحكم بحصان جيد أو في طبق. طبعا يجيك واحد يقول طب قتال الثيران أو راعي البقر زي العسف والأمور هذه، وحتى أصعب من نواحي لا شك فيها زيها اللي في تحكم، لكن لا يمكن يكون أصعب. ليش؟ من تدريب. في أشياء تجي مع الوقت، درب صار عليها تدريب. في أشياء ستحصل ثم درب صار عليها. يعني تقدر تاخذ حصان وتدربه برا صاله الاستيراف في الطريقه الاسبانيه، ثم لما تدخله يعطيك نتيجه جيده. تدرب حصان على الثيران برا الصاله ثم لما تدخله يعطيك نتيجه جيده. لكن مهما دربت الحصان على القفل بالقود ثم ركبته، لابد تعلم على القفل بالركوب. هنا نقطه ضعف التزليق، ما تعلمه شيء. اول يوم تزليق زي التزليق بعد سنه كفكره. سحب زياده، سحب اقل، عطى زياده، عطى اقل، تك زياده، تك اقل، ما له شغل. انا هذا ما دخل الطريقه، انا قلت لك الطريقه عباره عن اعطاء حق فعل الثلاث ومواكبته في الثلاث. كم سحب، كم عطى، كم تك، ما له دخل بالطريقه، لا دخل بالحصان. طبيعي انه بيقل باختيار. هم مستوعبين الفكره هذه. فلما تطبق طريقه صحيحه في غير محلها، لا شك انها خياله صحيحه، لكن تظهر نقاط ضعف. لما تجي عند الطريقه الاصح تطبقها في التخصصات حقتهم، لا شك انهم احسن منك في التخصص في نظرهم، لاحظ احسن منك في نظرهم هم. نظري لو تسأل حصان يقول لا شرك أحسن، لو أرعى بقر ولي حق إني أسحب ولي حق إني أتكي أكيد أحسن، لما أرعى بقر وراكبني شخص بدون سرج أحسن لي. في نظري أنا حصان يقول كلام هذا، ولكن نظرهم هم يحكمهم هم يقول لا نرى الطريقة الأمريكية أحسن، أو إحنا نرى الطريقة الإسبانية أحسن. لما أقول لك إن في تخصصهم أحسن منك قصدي نظرهم هم، في نظرك أنت أحسن منهم، في نظرهم هم أحسن منك، لكن بالنهاية نتفق كلانا أن طبقناها الاثنين. لكن هم باعترافهم يقول مستحيل اركب حصان عسيف من بدايه النهايه واتحكم فيه تحكم تام بدون اي ادوات، فقط انا وحصان والعنان، واحصل على نفس نتيجه التزليج. هو يقول لك، هو براعي الطريقه يقول لك مستحيل حصاني الخاص اتحكم فيه تحكم حقي لما يخاف زي ما يتحكم راعي التزليج بحصاني. اتكلم عن دريسات، ابطال دريسات في العالم، اولمبيات، اتكلم عن بطوله ترينينج وكتب، يعني ناس 90 سنه خبره في الخيل. اتكلم عن طريقه اسبانيه، يعني شيء يسوونه خرافي ما يسويه باعترافه. شيء التزليق يسويه هو يراه مستحيل، هذا واقع. اذا هي طريقه صحيحه غصب عني ما يرضى، هي طريقه خياله غصب عني ما يرضى، هي طريقه اي شخص يدعي انه خيال حقيقي وبالفعل وراك نتائج خياله، يا اما انه يركب فيها، يا اما انه يركب في الطريقه الاصح، ولا انه خراط ما يركب صح اصلا بخيال. قلت لي الا خيال وراء النتيجه معناته انه يكذب، ما يبغى يقول، ما يبغى يعترف باي طريقه يركب الثنتين، لكن بالنهايه يركب واحده منهم. يعني باختصار في نتائج معينه ان سويتها غصب عنك ان تركب واحده من الثنتين هذه. الطريقه الطبيعيه والطريقه المكتسبه. ان سويت النتائج بالفعل مع 10 رؤوس 20 راس، نتائج الخيال، خيال يسوونها، ان سويتها انت خيال. بما انك خيال ان تركب واحده من الثنتين، سما ما شئت، زبده انك تركب واحده من الثنتين. ما تبغى تعترف كيفك. بس تركب واحده من الثنتين، ان قلت لي بالفعل ما اركب فيها معناتها نتيجتك خطا. وبما ان نتيجتك خطا انت انت بخيال. من على بلاطة، أي شخص ما يركب واحدة من الثنتين هذه ليس خيال كطريقة، مو كاستعداد، مو كخبر، مو كموهبة، ممكن يكون أحسن خيال في العالم ما داري، بس كطريقة أتكلم عن طريقة خطأ. يعني قد يكون في المستقبل بيصير خيال، موهبته بتطلع، خبرته بتطلع، أنا فاهم، بس طريقته في الركوب خاطئة، مدرسته في الركوب خاطئة. تسميات شيء آخر، شرحها شيء آخر، كونك اكتشفتها من نفسك قاعد تشرحها للناس زي كذا شيء آخر، بس هذا ما يناقض كلامي. لو جبت شخص وما علمته اي شيء ولا قد سمع فيها بيركب فيها، يسميها اسم اخر، يشرحها شرح اخر، لكن يركب فيها. كذلك قفل عن امريكي وكان مكسيكي
وكان اسباني وكان فرنسي وكان اغريقي وكان رومي كان موجود معنا قبل متصل هناك طبيعي، لكن النهاية كان موجود. اختلفت التسميات، اختلفت الحاجات، لكن الفكرة واحدة. فهم يركزون على الاسم، يركزون على الكلام أكثر من الفعل. زي ما قلت لما يقول ركوبك يقول لك ركوب يركب عربي، يعني ينتقد العرب. إذا كان ركوبك ركوب عربي معناته ركوب عربي زوجك، خلي ركوب عربي لك. لكن لما ركوبي ركوب عربي وأسوأ واحد في العرب أحسن مني، وركوبي يسوي شيء معين الناس ما تسوي أبدا، مستحيل عند الناس، يعني كأني أقول أحسن واحد في وقتنا الحالي زي أسوأ واحد في العرب. فأنا أمدح العرب ما أنتقدهم، يعني ما تنتقد العرب ما تمدحهم. ركوبك زي وجهك تدعي ركوبك ركوب عربي، ركوب عربي زي وجهك. فهذا رأيي في النقطة هذه في القفل، هو عبارة عن فراغ، وهذا الفراغ هو اللعبة. اللعبة اللي بينك وبين الحصان الفراغ. اضبط شغلك، الحصان يسوي جميع الامور في الفراغ، وان فعل جميع الامور في الفراغ شغلك 100% 10/10. شوف انا عارف ايش سوى، طيحني بدون الفراغ موزون، حاسني بدون الفراغ موزون، كسرني بدون الفراغ موزون. هي يعني نقطة ضعف في الطريقة، بس بالنهاية موزون، ما طلع من قفل. ما كنت تسوي طبيعي، ما كنت تسوي، يبغى خبرة، يبغى دقة، يبغى خيالة. كونك ما كنت تسوي معي انه خطأ، زي الطرق الاخرى، بس بالنهاية هنا يكون الطريقة علمية. اسرع تعليم، اسهل تعليم، اكثر عدد ناس يسوونها لانها اسهل. تبقى صحيحه، تبقى خياله، تبقى مو بيوحي يسويها. والدليل اللي ما قلنا ما قلت شيء معين ونجيب دليله، الدليل انها تجيب نتائج اللي يكبون خطا ما يسوونها. التدليك الطريقه الاصح تجيب نتائج هم ما يسوونها، اللي راعي الكلام ما يسويها. بينما هم ما يجيبون نتائج راعي التدليك ما يسويها، يجيبون نتائج راعي الخطا ما يسويها.